خلي نشتغل بالواقع مالتنا. احنا نعرف نادينا مؤسساتي، نادينا تابع الى وزارة النقل، والمبالغ المرسلة من وزارة النقل محدودة، ولكن الادارة هي بصراحة بين قوسين هي مو محل ما الصرفة تجيب الصكوك من الـ 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 وزارة النقل وتصرفها وتعطيها اللاعبين. لا، انا اريد ادارة محترفة، ادارة تشكل لجنة تسويقية. انا انطيت مثال بانه انا ما اريد ادارة نادي الزوراء تصير، لانه هو الواقع هسه. احنا شنو؟ احنا اليوم الادارة هي تدير النادي، بها لجان بداخلها من اعضائها. لازم تكون عندنا لجنة تسويقية للنادي. الزوراء من اقوى الماركات في العراق. الزوراء لو انت جبت تسويقي ناجح شاب فراح تكون عندك موارد واسعة للنادي. لو سألتك قيم لإدارة الزوراء من 10؟ 4.